هل حد مواطن اعترض على الهندسة؟ لا ابدا. هندسة كلهم سلموا. هل حد من التجار ابناء المنطقة هذه عارض على الهندسة؟ لا ادوا فلوس يعني. خلاص اذا كلهم بيدونا نقاط يعني. ما شاء الله اكمل 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 اكمل. اقول يعني الامور طيبة. بما انك تمشي وفق يعني تخطيط هندسي لا يتعب صاحب الحرارة ولا يتعب المهندس ولا ايضا يكون هناك محل اشكال بينك وبين ايش وبين المواطن. لانك انت تعطيه يعني كلهم مسلمين للجهاز. انصب الجهاز محل ما اجت النقطة جت. في حقي في حق جاري في حق من كان يا من اسمع صوت حتى الان ولله الحمد. ما في كلمة واحدة سمعتها. الحمد لله رب العالمين. الا كلهم حقيقة مسلمين كلهم فارحين. مليان ما شاء الله ما شاء الله. ايه 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 هذا تقول هذا بالكلمة الأخيرة. التحية والشكر والإجلال والتقدير للمواطنين جميعا ولعبد محمد جحالة الدائم المحرك لهذا قائد قائد حصلنا امس على وسام ماذا تعليقه؟ انت قليل وسام بحقك لكن يعني قد اسمه جاء بل نقول تستحق الدرع كما قال العقيد القاضي سمعنا قبل قليل تستحق ان يكون لك الدرع. السلام الله عليكم. ها سيدنا هل من تعليق؟ هل من كلام؟ هل من تعليق انتم عليه؟ التعليق يعني ما نقول لك الامور طيبه. اشكر المواطن. اشكر المواطن واشكر كل من حتى وساهم. هذه الفريق السادسه من الصباح الفريق السادسه الى حتى الان. اذا المواطن قدم ما لديه؟ قدم اكثر من اي واحد قدم. والله المواطن ساعة التاجر 40 مرة. الله يسعد التاجر. بل 1000 مرة. التاجر قدم مسيح يوسف. التاجر قدم وهو وزيركم. ها؟ ها تبرم. وين هي؟ من الصباح. وهذا الاعلامي الذي نذكره على سعه صدره ليس كالاعلاميين الاخرين الذين يعني يتدخلوا في شؤون التخطيط وفيما اشبه من ذلك. وندعو جميع التجار للمساهمه لقد قدم المواطن كل ما لديه من طرق من ارض من وهذا شاهد على ذلك. صحيح. بارك الله للمواطن وبارك الله للتاجر. بس المواطن قدم 100% والتاجر قدم 0%. نعم هذه حقيقة. نعم أموال. المواطن قدم 100% والتاجر 0%. عالم وناس ما شاء الله ما شاء الله. وصل الحمد لله والعافية وصل. الآن أصبح الحلم حقيقة. سلام الله عليكم أيها الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير صباح الفل صباح الأنوار على عامة الناس. أيها السيدات والسادة هؤلاء رجال اليمن هؤلاء المتبرعون هؤلاء الطيبون ساهموا. نعم ساهموا قدموا بذلوا ولم يحسنوا. هي الحرارة يا عمي عبد الله عمي عبد الله. ها هي الحرارة وها هي المبروكة وها هي المبروكة العملاقة وها هو الأزرق. هذا هو الأزرق. نعم نقول بسم الله وعلى بركة الله راح ودي صالح. هذا شوف طبعا الأزرق ما يحتاج كلام. أيها السيدات والسادة هؤلاء أبناء اليمن هؤلاء شجعان اليمن قدموا الأرض
قدموا الأرض في سبيل الله لوجه الله ما شاء الله صدقة جارية. أيها الأحبة يا أبناء اليمن في الداخل والخارج، ها نحن جوار بيت ابن رضوان، وها هي الحرارة وها هي المبروكة على قدم وسقنا حوضي صالح. طبعا طبعا نهنئ ونبارك، نهنئ ونبارك لعامة الناس، لمن تبرع ولصاحب التراب وصاحب الأرض وصاحب البروك وصاحب الدكاكين، نهنئ ونبارك لوجه الله سبحانه وتعالى. قالوا كلهم قالوا لوجه الله، نقول لهم الأسود قادم إن شاء الله، الأسود إن شاء الله قادم وهو الزفلت. طبعا الأسود هو الزفلت، قالها جحانا من الأسود إلى الأسود، وإن شاء الله نحن كذلك. لكن البدع بالبنطلون، أول شيء البنطلون، وإن شاء الله قريبا سنكون بوادي زبيت إن شاء الله سبحانه وتعالى. نعم إذا أراد الله ذلك، إذا سلموا المشروع لأيدي أمينة وعليهم الهدوء فنحن جاهزين، فنحن مستعدين لخدمة بلدنا وخدمة وصاب وخدمة إب. طبعا هذا الخط لا يخدم جحانة وبحده ولا حسان ولا زعطان ولا فلتان ولا منصور ولا نصر، هذا يخدم عامة الأمة، الأطفال، الحاضر، للأجيال القادمة، لكل الناس، حتى صاحب الجمل يستفيد، صاحب الحمار يستفيد والله. لكن نبغى تبرع، نبغى تبرعات، نبغى نسمع فطير دولارات. المشروع كبير والله كبير، يحتاج تعاون وجهد كبير. إذن سلام الله عليكم، سلام الله عليكم أيها الناس حيثما كنتم، أسعد الله مساكم بالخير والمحبة والأخوة. ها نحن بشعب الحداد، هذا شعب الحداد، شعب الحداد. نعم في ناس يمتلكون هنا أراضي كثيرة، هندو هندو، نقول بارك الله لهم لما قدموا في سبيل الله لوجه الله. هذا المقطع لعامة الأمة في أوروبا الشرقية والغربية وآسيا وأفريقيا، يسمعوا ماذا قدموا أبناء اليمن، نموذج، نموذج والله، نموذج للعرب كلهم. أول حاجة المشروع ذاتي، مشروع محلي، مشروع أخوي، قدموا فيها الأطفال والنساء والشيوخ والتجار والأبطال لوجه الله سبحانه وتعالى. نعم والمشروع إن شاء الله 100% ناجح، ما في كلام. وكذلك طبعا الذين قدموا من أبناء اليمن كثيرين، في ناس غير وصاب، في من يافع، في من الضالع، في من عدن، في من أبيان، في من لحج، في من الضالع، في من كل مكان.